معايا على الهواء مباشرة الدكتور محمد الباز، أستاذ طب الأطفال وصاحب أندر المكتبات الموسيقية في مصر. دكتور محمد، مساء الخير. اللي بيقوم به الأستاذ مكرم سلامة، هل هو حالة نادرة في مصر ولا الأمر يعني متكرر مع مكتبات أخرى؟ وهيظل يتكرر. احنا في حاجات ضاعت مننا والنهارده بنندم على انها ضاعت ومش لاقيها. يعني في مكتبات اسطوانات بتاعت الاستاذ عبد العزيز عنان راحت، وبس دي الحمد لله اخذها واحد بيعرف ومحافظ عليها ومش واخدها للتجاره، واحد في بيروت. مكتبات كتير بالطريقه دي. وانا مره قابلت حضرتك وقلت لك انا مش هتكلم كتير على عندي ايه وجبت ايه. انا عندي 146 الف صوره للقاهره، انا لقيتهم بايدي، يعني من القاهره الاسلاميه للقبطيه لليهوديه. عندي 146 الف صوره، اللي عايز يجي ياخدهم ياخدهم، يعني لان انا هوديهم فين؟ زي ما الاستاذ مكرم قال لك كده، انا وزوجتي اللي عايشين دلوقتي هنودي الحاجه فين؟ وكذلك الاسطوانات، انا يعني زي ما انت شايف في ظهري ادلبت الاسطوانات اهيت، ونوادر عبد الوهاب وام كلثوم وغيرهم وغيرهم من القرن الماضي. مش عايز اقول الدوله مش عايزه تنتبه للامر ده، لان طبعا يعني لو قلت كده هيقول لك احنا في حاجات اهم 100 مره، زي اللي انت سردت قبل كده القضايا اللي سردتها قبل كده، لكن دي والله في منتهى الاهميه. وبعدين بالنسبة للدولة لا تمثل شيء، بالنسبة لنا تمثل. يعني أنا لما أروح لواحد عنده اسطوانات نادرة جدا لعبد الوهاب ويقول لي الاسطوانة ب20,000 جنيه، ما أقدرش أشتريها. لكن الحكومة بالنسبة لها سهلة لما تشتري 5 6 اسطوانات ب100,000 جنيه أو 110,000 جنيه، بالنسبة للحكومة دي ولا حاجة، لكن بالنسبة للمواطن عادي زيي لا مشكلة، هجيب منين وأودي فين وأعمل إيه؟ فطبعا في حاجات كتير ضاعت، وفي حاجات كتير ضاعت، يعني في كتير ضاع، يعني في مكتبات كتير ضاعت. ايه اشهر المكتبات اللي ضاعت يا دكتور محمد؟ مش عارفين وبعدين ابنائنا اشهرهم في مكتب، انا قلت لك عبد العزيز عناني، وفي مكتبات كتير من فيها مليانه مخطوطات موجوده في دار الكتب نصها ضايع، يعني لو دخلت القسم بتاع المخطوطات هتلاقي فيه مكتبة طلعت باشا نص الكتب اللي فيها، هتلاقي المخطوط 12 جزء 5 6 مش موجودين مثلا. طب الحاجات دي راحت فين؟ الحاجات كان في قانون يسمح باستعارة المخطوط ويمنع استعارة الكتاب، تصور ده قانون رسمي. فالناس كانت بتاخد المخطوط وعلى سبيل يعني ممكن على سبيل الكسل انه يرجعه، وما يرجعوش لانه مش خسران حاجة. ففي كتير في كتير في مكتبات كتير، وفي احمد حسين عنده مكتبه اسطوانات قويه جدا، هو توفاه الله السنه اللي فاتت، الله اعلم اهله عملوا ايه في الاسطوانات بتاعته دي، كان عنده فوق من 3000 اسطوان. يعني الاسطوانات دي راحت فين وهتروح فين؟ يعني ده الحال. طب ايه الحل من وجهه نظرك يا دكتور محمد؟ انا عندي كل ما املكه دوت، انا اولادي هيرموه في الشقه، الحكومة تتدخل في الأمر ده. يعني الحكومة تقول اللي عنده صور نادرة يجيبها، اللي عنده اسطوانات نادرة يجيبها، واللي عايز يتبرع يتبرع، واللي مش عايز يتبرع الحكومة تديله فلوس. أصل يعني الحكومة مش هتعجز إنها الحكومة اللي أنا بتكلم فيه ده مئات ألوف أو حاجات زي كده، مش كتير بالنسبة للحكومة، كتير بالنسبة للمواطن. يعني بالنسبة للمواطن عشان تقول له تعالى اشتري الشرايط دي او الاسطوانات دي، صعب ان انا اطلع من جيبي 300,000 400,000 جنيه اشتري بيهم، لكن الحكومة بالنسبة لها ده مش صعب، ويتعمل مكتبات للكلام ده، تتحول ديجيتال بقى والناس تسمع وتشوف وتتفرج، وغير الاسطوانات وغير الشرايط وغير المكتبات الصوتية، يعني في حاجات كتير، في النوادر لا تنتهي، الكتب والسجاد والصور والتحف والحاجات كتير. طب هل في مواد يعني مثلا اسطوانات، مواد فيلميه يعني موجوده عند اصحابها ومش موجوده نسخ ليها عند المؤسسات الرسميه؟
ايوه طبعا. طبعا انا عندي، مثلا لو قلت مثلا عندي، انا عندي في حدود 3000 اسطوانه، منهم 1000 اسطوانه مش عند حد، و2000 عند الناس الجامعين الهواة اللي زي كده والحاجات زي كده، و1000 اسطوانه على الاقل مش عند اي، ما فيش اي حد يسمعه، والمطربين مشاهير. يعني ممكن هتلاقي في حاجات للاستاذ محمد عبد الوهاب، ممكن هتلاقي حاجات لعبد الحي حلمي، ممكن هتلاقي حاجات لصالح عبد الحي، ممكن هتلاقي حاجات لممثلين كتير، لمطربين كتير في القرن الماضي. انا شخصيا عندي حوالي 3000 اسطوانه، منهم 1000 اسطوانه عمر ما حد سمعها. واوقات يبقى ليا مزاجي كده رايق كده، اقوم حاطط اسطوانه واسجلها واحولها ديجيتال وانزلها على الفيسبوك، الناس تبقى مبهوره بتقول لك ايه الجمال ده، ده فين الجمال يا اخوانا، هو موجود اهو. وانا يعني وانا كنت عايش ايام صالح عبد الحي عشان اسجل له. الاسطوانات موجوده لكن ما فيش يد بتراعيها، او الاسطوانات وغير الاسطوانات. نعم. يعني الاستاذ المصور اللي كان معايا قبل ما نسجل بيقول لي ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده جبته منين؟ ده وديته فين؟ السجاله دي ايه؟ البتاعه دي ايه؟ الصوره دي ايه؟ فهو هي الدنيا مليان. الدنيا مليان. وولادنا مش غاويين الكلام ده نهائي. يعني ولادنا بيعتبروا الكلام ده هو يعني ايه اللي انت بتحافظ عليه ده؟ هنقول ايه بقى؟ يعني الحمد لله. نتمنى طبعا انه يعني عين الحكومة الساهرة على ذاكرة مصر انها تشوف هذه الذاكرة، سواء كانت اسطوانات، سواء كانت كتب، سواء كانت مقتنيات. نتمنى يعني بعد ما احنا اتكلمنا مع الأستاذ مكرم سلامة ومع الدكتور محمد الباز، اللي انا اتشرفت بلقائك هنا في الاستوديو، وحضرتك جبت لنا الجرامافون وسمعنا بعض الاغاني النادره للسيدة ام كلثوم والمطربين كتار. نتمنى ان احنا يعني نسمع عن اجراء ضروري للحفاظ على ذاكره مصر. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الباز، صاحب اندر المكتبات الموسيقيه في مصر.